أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام، فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج، أجبرتها على الإفطار أيضا، والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي للصيام، فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي؟ وهل يجزئ عني الإطعام؟ وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضع في الوقت الحاضر؟ إفطارك أنت لأجل المرض هذا شيء مرخص فيه، الله تعالى يقول: فمن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. وأما أمرك أو إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجها، لأنها ليست مريضة، ليست مسافرة، وليست من أهل الأعذار. فأنت أخطأت في كونك أجبرتها على الفطر وهي ليست من أهل الأعذار، ولكن ما دام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت، وهي عليها القضاء، عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها، أخرتها حتى أتى عليها رمضان آخر من غير عذر، فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا كانت كما يظهر من آخر السؤال، إذا كانت أفطرت لأجل الرضاع، لكون الرضاع، لكون مثلا الصيام يضر بولدها ويقلل اللبن عليه، فالإفطار في هذا صحيح، أنها تكون من أهل الأعذار ويكون عليها القضاء فقط، يكون عليها القضاء مع الإطعام. نعم، ما يكون عليها القضاء مع الإطعام، لأنها إذا أفطرت لأجل رضيعها يكون عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكين.